مد الرجل ساقيه في استرخاء لذيذ ونظر إلى البحر المديد الأزرق كأنه يشربه ويشرب لونه، وترك روحه ترضع من هذه الشفافية اللؤلؤية والأنوار المشعة الذائبة في المياه. شيء ما في ذلك البحر كان يبدو لعينيه، وكأنه من وراء العقل ومن وراء الحس، شيء كالغيب يسطع خلال المظاهر. وتذكر كلمات ذلك الصوفي العارف بالله الذي قال أنه اشتاق إلى ربه وأنه احترق إليه شوقا، وكاد عقله يهلك عجزا عن بلوغه لولا أن نور الله كان يلوح له من وراء أستار الغيب ومن خلال الجمال المتجلي في الوجود، فيروي ظمأه بين الحين والحين. وذلك الشرب المغيب الذي يترك الروح نشوانة هيمانة تهتف الله الله. وقد أدرك صاحبنا في جلسته أمام البحر لأول مرة ذلك المعنى البعيد الذي حكى عنه الصوفية، وشعر بذلك الشرب المغيب، وهتفت روحه النشوانة وقد أدركت طرفاً من تلك الحضرة الإلهية المتجلية في الأشياء، هتفت هيمانة سكرانة الله. كل هذا جعله لا يلقي بالا للأهوال وأمواج الحياة العاتية المحيطة به، التي تجعل أعتى العتات يذوبون خوفا ويشيخون هولا. لقد اتصلت روحه لأول مرة بنبع الحزن ومصدر الفتنة وسر الجلال والجمال في الأشياء، وباشر تلك الرجفة الكهربية وأحس بتلك الرعشة الروحية وهو يلامس السر الساري في الوجود وفي نفسه. وذلك هو حضور المحبوب المعشوق الذي كان يسأل عنه المحب الهيمان طوال الوقت ويبحث عنه ويرتحل إليه وهو معه دائما دون أن يدري، في سواد عينيه وفي حنايا ضلوعه، وأقرب إليه من حبل الوريد. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. أعادي فيما حبعتكم عذولي، أعادي فيما حبعتكم عذولي، وأبغض لائمي لو كان
وأبغض لائمي لو كان أما. أصدافهن الجواب
عبرتهما بحرين، بحران من العدام وبحران من اللجي الذي هو زمان.